السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بكم في قناه بروف سوفت في جديد من القناه. ان شاء الله النهارده تكمله لدوره الباتش سكريبت. ان شاء الله النهارده هنشرح العلامات والريتيرن والجو تو والست لوكال والاند لوكال والحاجات دي. ان شاء الله النهارده هنبدا كده على بركه الله نوت باد بلس بلس زي ما وقفنا احنا المره اللي فاتت كده. هنمسح ده كده كله. خلينا كده نبدا العلامات. العلامات هي مجرد ايه؟ علامه ليك انت في البرنامج. يعني مثلا ايه علامه مثلا ايه لو احنا مثلا قلنا ايه ايكو مثلا محمد نعمل كده. العلامه بتبدا باللي هي السيمي كولوم دي ونكتب محمد. العلامه دي ده بتدل لنا كده الحته دي اللي هو الحته دي بتطبع محمد مثلا. مثلا لو عملنا كده احمد يبقى كده الحته دي بتطبع محمد بتطبع احمد عفوا احمد. هي ما بتطبعش في البرنامج. يعني العلامات دي ما بتطبعش في الرن. هي مجرد بس يعني تنبيه ليك او الحته دي تبع كذا او الحته دي داله كده. وبرده بتستخدم لانشاء الدوال. مثلا لو انت ايه حبيت مثلا ان انت تعمل داله مثلا عشان تاني العلامه بقى. يعني مثلا العلامه دي كده خلصت بعديها ما فيش علامات تانية. هي كده احنا كده كتبنا لاحمد كده العلامه احمد دي جوه علامه محمد. عشان ننهي العلامه دي خالص نكتب جو تو ونكتب هنا كده اي او اف. كده احنا هنا العلامه الاولى جو تو اي او اف كده العلامه التانية. ننزلهم كده مع بعض شويه عشان ما نتلخبطش. كده علامه الداله دي بتطبع محمد والداله دي بتطبع احمد. احنا بمجرد انت كتبت جو تو اي او اف دي اي او اف دي كده انت بتقول للبرنامج ان دي داله. بس في مشكله في الباتش سكريبت. الدوال هي تعريفها كده تعريفها ان الدوال دي وظائف او فانكشنز او مهام في البرنامج بتاعك ما بتتنفذ الا لما انت بتستدعيها. يعني مثلا لو انت عندك خبره برمجيه اكيد هتعرف الدوال. الدوال في البرمجه كلها في لغات البرمجه اللي هي المعروفه السي بلس بلس البايثون السي شارب الحاجات دي. الدوال ما بتتنفذ الا لما انت تقول لها تنفذي. يعني مثلا لو احنا كده 1 2 3 4 1 2 3 4 مثلا لو احنا ايه جينا هنا قلنا جو تو احمد كده. هو خلي بالك الباتش سكريبت ما بيفرقش ان دي داله ولا مش داله. هو بيعملها كلها بيتنفذها على بعضها. فاحنا عشان نفرق له ان دي داله او مش داله نفرق لنفسنا. يعني عشان ما ينفذش مثلا احنا عايزين ايه ينفذ احمد الاول بعد كده محمد مثلا. لا شيل دي كده. ينفذ احمد بعد كده محمد فنقول له جو تو احمد فهيكنسل كل اللي قبل احمد ويروح لاحمد على طول. بعد كده هنقول له مثلا ايه مثلا عشان نستدعي مثلا داله محمد دي مثلا نقول ايه كول محمد سو كده دات كول محمد. كده احنا بنقول للبرنامج استدعي داله محمد. فاحنا كده لو عملنا رن نعمل كنترول اس هو ده البرنامج هو ده الملف اللي احنا شغالين عليه يفتح. فاحنا كده لو فتحنا السي ام دي تاني ونحط الملف ده كده زي ما انتم شايفين كمان طبع احمد قبل محمد مع ان محمد قبليه. بس احنا ايه قلنا له ان هو قبل محمد لان احنا قلنا له هنا جو تو احمد فهيكنسل كل اللي قبل احمد ويروح لاحمد بعد كده ايه يستدعي هنا داله محمد. فكان انت بتقول له ان الداله دي كده لو خدناها كوبي كده نشيل دي كده كل احمد يعني شيل دي لا كل احمد وتحط مكانها دي 1 2 3 4. فاحنا كده كاننا بنقول له كده يعني شيل دي كده. مثلا لو احنا قلنا هنعمل مثلا برنامج عن مثلا اله حاسبه مثلا هناخد رقمين من المستخدم ونطبعهم له مثلا ايه هنستخدم داله الجمع وداله الطرح وداله القسمة وداله الضرب مثلا. فلو يكون مثلا عشان نختصر في الدرس على طول هنستخدم داله الجمع والطرح بس. هنعمل كده ننزل شويه تحت شويه نعمل داله اسمها مين ده الرئيس بتاعنا وننهيها جو تو اي او اف اند اوف فايل. بعد كده ايه هناخد زي ما احنا شرحنا قبل كده ناخد امرين من المستخدم سيت بي مثلا ان 1 اختصار للنم الاول مثلا قول هنا ان 1 سيت بي ان 2. خلي بالك لو انت ما فهمتش الكلام ده هتفهمه ما تخافش. يعني ان 2 هنعمل لنا ست
ان 1 بتساوي ست ايه عشان نحولها ل ان 1. نستخدم العلامة دي. كده احنا عملنا متغيرين، متغير ادخله ومتغير ادخله، وحولناه لمتغيرات عدديه. دلوقتي ايه احنا المطلوب مننا؟ احنا خدنا القيمتين من المستخدم، نعمل عليهم العمليات بقى. مثلا لو احنا جينا هنا عملنا داله سم، بس نقول له في الاول جو تو مين، جو تو مين، نعمل هنا دالة الصم. مثلا هننزل تحت كده نقول لها مثلا ايكو اطبع، او هنعمل متغير الاول عشان يبقى مفيش حاجات غلطات يعني. صم بتساوي هنا بقى في حاجة اسمها الكول. لما انت تعمل مثلا كول للفانكشن، مثلا نقول كول صم. هنا بقى عشان تحط القيمتين دول، مثلا هنقول له ايه، نحط القيمتين دول عشان يستخدمهم هو جوه في الداله دي. هنقول له ايه، هنقول له نم واحد، نم واحد مسافه تانية، نم لا جوه كده جوه بتاع نم تو. كده احنا بنستدعي الداله دي وبنحط فيها متغيرين، النم واحد والنم تو. ازاي بقى هنستخدمهم جوه الداله الصم؟ هنيجي هنا صم بتساوي لا عفوا يا جماعه، بس نعمل متغير سيت، حط السيت سيت ايه صم. نستخدمهم بقى ازاي هنا؟ طبيعي هنا اول حاجه هنا عشان تستخدمها لازم تحط هنا كده، لازم تحط اول متغير ده كده، بعد كده العلامه اللي هي عارف الزال دي تبقى شيفت وزال واحد كده. انت بتقول للبرنامج اول متغير هيجي لك اللي هو ده، اجمعه على تاني متغير اللي هو ده كده عشان نعمله بنفس الطريقه، زائد اللي هي العلامه دي 2. ننزل تحت هنقول ايكو سم. كده احنا عملنا داله الجمع وداله الجمع شويه، وهنعمل داله الطرح عشان ننهي بس الداله كده. نقول جوتو جوتو اي او اف. في هنا مثلا واحد يقول لي مثلا ايه، طب انا مش عايز مثلا انهي الداله مين، بمعنى يعني مثلا ايه، انا عايزه مثلا ياخد القيمتين المستخدم يجمعهم مثلا ويديله الناتج ويرجع تاني ياخد القيمتين تاني من المستخدم يحدثهم يعني بعد كده، وعمليه بقى تكراريه كده وملهاش نهايه. في الحاله دي انت مش هتحط السطر ده الجوتو اي او اف دي، انت هتضطر تعمل ايه، هتضطر هنا تيجي تعمل علامه فوق خالص، تعمل مثلا قول مثلا لالا مثلا اي حاجة يعني، تنسى قعدت بتقول جو تو لالا. كده انت بتقول البرنامج ايه، كده انت بتقول له لما يخلص كده تعمل كل الدالة والدالة دي تخلص اللي هي دالة الصم، ترجع تاني للعلامة لالا دي. ممكن تفرق بين ممكن تفرق بين العلامة والفانكشن عادي، مش يعني العلامة مش مرتبطة بالفانكشن على طول يعني. ترجع للالا وتنزل هيلاقي جوتو مين، هينزل تاني للمين، هينفذ كل ده بعد كده يرجع للالا تاني، وحلقه تكراريه وكده. خلينا مثلا في ايه، في ان احنا لو انت حطيتها جوتو اند اوف فايل طبعا البرنامج ينتهي على طول. نعمل كنترول اس، نيجي هنا نيو ونحطها هنا. احنا عملنا كنترول اس ولا لا؟ نيو نيو مش دي، دي فين فين، ايوه دي نحطها هنا. دلوقتي هو بيطلب مننا ان واحد، هنقول مثلا خمسة، الان تو مثلا هنقول تسعة، زي ما انت شايف يا جماعة طبعا لنا 14، خمسة زائد تسعة بيساوي 14، ورجع طلب مننا تاني النمبر الاول. مثلا نقول له مثلا 19 مثلا، مثلا نقول له 20 مثلا، شيل الام دي كده، نقول مثلا 20 مثلا، هيبقى عليها 39 زي ما انت شايفين يا جماعة. مثلا ايه، احنا عايزين نفرق مثلا ايه يعني، خلي بالك انت ممكن تحط داله تانية عادي، داله الطرح مثلا، وتيجي هنا برضو تعمل كل داله الطرح تحت كده، تعمل كل داله الطرح بعد ما ينفذ دي، يعمل كل داله الطرح وبعد كده يعني الامر عادي جدا. طب افرض واحد يقول لي ايه، طب انا عايزه مثلا اخد اقول للمستخدم ان هو يختار بين داله الجمع او داله الطرح، اعمل ايه؟ ببسيطه جدا، ان انت ايه مثلا ايه، نعمل كده داله الطرح
نشيل كده السيفن دي عشان ما يحصلش اي اخطاء. كده احنا عملنا دالتين، دالة الطرح، دالة الطرح ودالة الجمع. طبعا انت ممكن تزود الدوال زي ما انت عايز. نشيل دي كده، لو احنا عايزين نختار بين دالة الجمع ودالة الطرح، ناخد قيمة، قيمة من المستخدم مثلا تكون حرفية، مثلا نقول ست مثلا بي، او مثلا نقول له ايه بي مثلا، مثلا سي اتش اختصار لتشويز، انتر يور اوبر او اوبريت، يعني اختصار لاوبريت. ولا اقول لك يا اما صم يا اما طرح، مثلا نقول له صم وطر. كده احنا بناخد قيمه من المستخدم انتر يور يور اوبريت، يا اما الصم يا اما الطرح. هنعمل ايه تاني بقى؟ هتقول لي ازاي؟ طب مثلا انا عايز المستخدم ما يدخلش قيمه حرفيه مثلا فارغه. ان شاء الله النهارده هناخد الدرس ده في الهوايل، بس مش دلوقتي يعني عشان ما تتلخبطوش، هناخدها في درس دروس تانية ان شاء الله بنفس المثال بنفس الحاجه دي، بس ان شاء الله هناخدها في درس الهوايل لوب بعد الفور لوب. كده نقول ايه؟ انا اف المتغير اتش سي اتش، هنقول ايكو بيساوي مثلا سم، اف ماني ايكو لو دالة لو المتغير سي اتش بيساوي صم، نستدعي الدالة كول مثلا كول، عشان ادي او من الحتة عشان ما نتلخبطش. طيب بس نلتحت شوية ونقفلها، كول الدالة صم صم ان وان ناخد كده. كده احنا بنقول للبرنامج لو الاف سي اتش دي بتساوي سم بعلنا كذا. ننزل كده إلس، نتأكد بس انها إلس كده، إلس وناخد شرطة إلس. ننزل تحت شوية كده، كول للدالة طر، خد المتغيرين دول معاك ان 1 ان 2 كده. الس دي يعني اي حاجه تانية اللي هي ايه، اكيد هيكتب الطر يعني، بس لو احنا ناخد ان شاء الله ناخد اللي هي زي ما انا قلت لكم، لو المستخدم دخل قيمه حرفيه فارغه ازاي نقول له دخلها تاني، ده في درس هو اللوب مش هنكتبها دلوقتي عشان ما تلخبطش عليكم الامر. هنقول كنترول اس، نفتح السي ام دي، لا مش دي، دي برضه مفيش مشكلة عادي يعني. ان واحد هنقول مثلا خمسة تمانية، انتريور اوبريت هنقول صم، زي ما انت شايف يا جماعة جمع خمسة وتمانية مع بعض. هنقول مثلا ايه مثلا سبعة مع مثلا اربعة، انتريور هنقول طر، طر از نوت معلش يا جماعه بس تحملوني بس كده مش مركز النهارده عفوا. طر تلاتة شغال، قول مثلا خمسة تمانية صم. طبعا لنا يا جماعة 13 الحمد لله اشتغلت اهي الحمد لله. معلش بس طولت عليكم النهارده بس عشان كنت محتاج اشرح بس الحاجات دي. ان شاء الله ده برضه هنشرحها، الدروس الجايه كلها هتبقى بالدوال وكده، فاحنا هنستعد الدوال كل الكلام الدروس الجايه ان شاء الله كده، يعني هنعمل دوال وكده ان شاء الله في الوايل لوب والفور لوب الحاجات دي. خلص دلوقتي احنا حاليا يعني يعتبر خلصت نص الدوره، ان شاء الله المره الجايه هنشرح السيت لوكال والاند لوكال. فيعني لو في مده دلوقتي كده، يعني الساعه كام دلوقتي؟ لا 26. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.